لو الحكاية فيها إن فيجو. وما هي أهم القضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال على المواطنين التي نجحت مباحث الأموال العامة في المنوفية من التحقق منها وضبطها؟ والله الشعب المصري بطبيعته شعب ترحاب، بيحب ان هو يحاول يستثمر فلوسه في مجال معين يعني مكسب سريع، فبيصل بسرعه في مجموعه من الناس، بيعتقد ان هم دول القادرين على تحقيق المكسب السريع، فبيعطي فلوس، بيدي فلوسه لواحد يمتلك بصوره معرفه، بيمتلك بصوره قرابه عشان يشغلها له مقابل أرباح شهرية 30% 35%. طبيعي ده كله كلام مش مظبوط. فعندنا المكتب تلقى مجموعة من البلاغات في بالإفادة إن شخص معين موجود اسمه الشيخ عبد المجيد من منطقة اسمها فيشة الكبرى في المنوفية في مركز تابع لمركز منوف، ده قدر يستولي على مجموعة من المبالغ المالية تتعدى 5-6 مليون، ممكن تصل ل 10 مليون يعني مجمع البلاغات كلها على بعضها، ان هو عنده مقدرة على توظيف الاموال دي في كافة المجالات، وفعلا بياخد مبلغ من ده يدي لده، وياخد ده مبلغ ده يدي لده، وكان هارب وتمكننا من ضبطه وعرضه على النيابة، وحاليا هو محبوس يعني، واتخذنا الاجراءات القانونية حياله يعني.